خربت سنينك، انت عملت كده فعلا؟ ايوه يا بابا. طب يمسك دينك يا بنت يا فايزه، انت يا مجنونه. يا بابا ايه يا بابا، انت فرحان بيها وبتشجعها كمان على اللي هي عملته؟ ايوه طبعا فرحان بيها وبشجعها على اللي هي عملته، وارفعها على كتافي والف بيها ارجاء الجمهوريه. انا في ديك الساعه اللي اقول فيها وانا فخور انا خلفت راجل. بابا لا حبيبتي مش قصدي بنت، لا بنت بيت راجل. سلام عليك عبده يا جامد والله. بس انت اكيد يا بابا ما قلتش لماما صح؟ لا طبعا الرابط ماما الحمد لله اغمى عليها. ايه بجد يا شوقي وصلت لهم؟ يعني انت في القسم عندهم دلوقتي؟ طب الله يخليك، لو عرفت اي حاجه طمني. انا هتجنن، ازاي وافقت عبد الله انه يروح لوحده ويسيبني لوحدي هنا في البيت؟ طب انا هستنى على التليفون. الله يخليك يا شوقي، عرفت اي حاجه على حاضر حاضر هقفل حاضر. طيب يلا مع السلامه. سلام. معقوله انت سايبانا غرقانين في الغرقه دي وعماله تلعبي على الموبايل؟ يا ماما انا مش بلعب، انا بعت لسهيلة على الواتساب ومستنيها ترد. ان شاء الله معاها ردت، انا هكلم ابوها. وباباها هيعمل ايه بس يا ماما؟ وما يعملش ازاي، ده عميد قد الدنيا في مديريه الامن، يعني كلمته تمشي على الاسم كله. ممكن كمان يضغطوا على الواد عشان يتنزل على المحضر. هو مين ده بس اللي يتنازل يا عم؟ ده أمه محاميه كبيره قوي وقاعده مع رئيس المباحث، وعلى فكره بقى هي اللي قومت الدنيا كلها على فايزه. يا سلام، يعني هو بسلامته يعمل دكر على البنات في الكليه، بس لما يجي الاسم يتحول الى ابن امه؟ ابن امه ايه بس يا بابا، واحنا في ابن امه دلوقتي ولا في بنتك اللي هتتحبس؟ لا مش هيحصل. تحبس ده ايه؟ هو اللي تهجم عليها وكان عايز يضربها، والبنت دفعت عن نفسها، دفعت بغباوه ماشي، بس في الاخر دفع شرط مش كده ولا شرط. لا ما حصلش يا عبد الله. ايه وكلام بتقول اي كلام؟ يعني ايه؟ يعني واقعه التحرش اللي حصلت اساسا لمريم اهم بكتير من حاجه الدفاع الشرعي، والواقعه دي يا عبد الله هي اللي هتخليه يتنازل غصب عن اللي جابه. لا جوي ركز معايا لو سمحت، ارجوك البنت دي ناس غلابه جدا، ارجوك طلعها بره الموضوع في حمل. دول ناس غلابه مش حمل قضايا وبهدله وسمعه بنت، ودول في حته ناس عايشين في بق بعض. لا ما ينفعش. اه والله العظيم يا عم، بعدين اخوها ده عصبي جدا، ولو سمع بس كلمه تحرش دي لوحده هيجي له جنان. شفت بقول لك ايه، انا ما بفهمش غير في القانون، ومفيش حاجه هتخرج بنتك من الموضوع ده غير الكارت ده. ما تتعبنيش بقى يا عبد الله. اشترك في باقات واتشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.